السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا، قناة المزارع السوي. إحنا مع بعض النهاردة في صوبة فلفل أصفر هلسنكي، وهنتكلم مع بعض عن نباتات تعقد الجذور وأعراضها على النبات. مثلا يا جماعة، إحنا ملاحظين إن النباتات دي فيها أصفرار، ودي طبعا مش بحالته العادية، وبرضه في بعض النباتات فيها تقزم. واحنا طبعا دلوقتي هنعرف ايه الاصفرار والتقزم ده، نتيجة ايه؟ تعفن جذور او نباتات. وطبعا احنا هنقول برضو طريقة المكافحة. ده يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده، النبات مش بحالته الطبيعية خالص. ودي طبعا تقزم في النبات دي، وإصفرار برضو في نفس الوقت. ودي طبعا يا جماعة زي ما احنا شايفين النبات متقزم خالص اهوت، و الثمرة بتاعته برضو وحشة خالص. استاذ حضرتك شايفين الشتلة ديت اهيت، باين عليها المرض خالص، والثمرة بتاعتها متقزمة. فطبعا احنا هنبدأ نخلع الشتلة ديت، وهنفحص الجدر بتاعها ونشوفها بتعاني من ايه. طبعا بعد ما خلعنا الشتلة وهنبدأ نفحص الجدر وهنعرف هي بتعاني من ايه. وطبعا يا جماعة الشتلة ديت بتعاني من نباتات تعقد الجذور. وطبعا النباتات ده باينة قدامكم اهو، ودي طبعا أكبر حاجة ممكن تشوفوها للنباتات ده. يا جماعة احنا الجدر متأثر بالنباتات ده جامد. واحنا طبعا في الحالة ديت احنا هنكافح، هنحق invited، بس بشرط invited ده ما يجمعش بعده غير بعد مدة الحقن بتاعته غير 21 يوم، لأن invited ده مادة مسرطنة. ده يا جماعة انتوا مش هتسيبوا طبعا النبات لحد ما يوصل للدرجة دي. انت المفروض اول ما تشوفوا النبات بدأ يظهر عليه علامات اصفرار او اي مرض تشكوا في النبات، يعني تبدأوا تفحصوا الجدر بتاعه وتشوفوا بيعاني من ايه وتكافحوه. لو بيعاني من نباتات تعقد الجذور، فانتوا هتحقنوا فايتد، وفايتد ده هيجيب معاكم نتيجة كويسة خالص. يعني طبعا زي ما قلنا يا جماعة ان فايتد ده هيجيب معاكم نتيجة كويسة خالص. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.